من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام، مع السلامة ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامجكم من الجامعة نبني الوطن. إذا حلقة اليوم يرافقني فيها نوفل الشرطاني في هندسة الصوت ومحمد قدح في الهندسة الرقمية. إذا اليوم استضفنا الدكتور محسن الميراوي، مدير المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان، باش نحكيه معاه على جملة من النقاط اللي تهم المعهد المذكور، وكذلك نتطرق كالعادة لمسألة البحث العلمي في المؤسسات بالجهة. دكتور مرحبا بك، شرفت الإذاعة. أكلم فيك، يعطيك الصحة سي طارق على الاستضافة. حب نشكر كافة مستمعي الحياة اف ام. نزيد نعطي معناها التيتر متاعي، أستاذ محاضر في مادة الرياضيات. مرحبا بك. يعيشك وبيك. بارك الله فيكم على الاستضافة هذه، ونعرفوا اللي نحن في حاجة معناها للاستضافات هذه، خاطر ديما جامعة القيروان والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان بصفة خاصة في حاجة في معناها تسليط الضوء، يعني تسليط الضوء ولبعض النقائص الموجودة. نعم نعم، نحكي فيها إن شاء الله. إذا الضيف الثاني هو الدكتور صابر المرعوي، وهو أيضا أستاذ جامعي بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان. الدكتور صابر كان مدير سابق بالمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بجابس، كما أنه تقلد خطة مدير دراسات بنفس المعهد وهو المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بجابس. أيضا هو كان رئيس مشروع الدعم جودة التعليم العالي. الدكتور صابر مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا أخي طارق، مرحبا بالمستمعين الكل في إذاعة الحياة والصحة، اللي نتمنى إن شاء الله كل الناس كل حياة جميلة وصحة. نعم، صحة طيبة للجميع. هو فعلا الصحة في مفهومها الشامل، وهي الرفاهية وليست الصحة فقط طبيب وصيدلية وكذا. إذن عفوا، إذن نبدأ مع الدكتور محسن. الدكتور قبل كل شيء، لو كان تعطينا بسطة على المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان من حيث عدد الطلبة، عدد الأساتذة المترسمين، عدد الأساتذة يعني المتعاقدين لآخره. تفضل. شكرا سي طارق. بالنسبة للمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان، تم إحداثه في أواخر ديسمبر معناها ولا بداية جانفي في 2014. يعني فيه ثلاثة شعب، فيه رياضيات فيزياء، فيزياء كيمياء وتكنولوجيا، ثلاثة شعب. عدد الطلبة ديما يتراوح بين 300 و 400، وهذا ديما السبب هو أنه اللوكال صغير، وديما معناها من الدورة الأولى، من الدورة الأولى متاع التوجيه معناها يختاروا المعهد متاعنا. وحاليا معناها فيه 196 بالنسبه للسنوات الاولى و 131 سنوات الثانيه، معناها قرابه 327 طالب. نعم. بالنسبه للعدد الاساتذه، عدد الاساتذه المنتدبين 55، ويتوزعوا على مبرزين ومعناها أساتذة مساعدين. نعم. وأساتذة معناها كور آ، معناها عندنا صنف آ، صنف آ، يعني عندنا ثلاثة أساتذة، أساتذة جامعيين يعني بخطة بروفيسور. نعم. وعندنا صنف آ، صنف آ، وعندنا زوز محاضرين. نعم. بالنسبة للأساتذة المتعاقدين عندنا خمسة متعاقدين من حاملي شهادة الدكتوراه. من حاملي شهادة الدكتوراه. نعم. وهذا ربما للمرة الأولى، خاطر بصفة عامة تعرفوا اللي التكوين الهندسي ما يتطلب معناها عمل كبير ويتطلب معناها مجهودات. نعم. بالحق معناها هذا علاش دائما نطلب من الوزارة أن تعطينا سواء مبرزين، وهذا معناها
الأستاذ مبرز جانا معناها بصفة خاصة السنة بعد شهرين. نعم. مرينا بظروف معناها صعيبة خاصة في ما نعرفه اللي باش تشوف أستاذ عرضي يعوض وبعد معناها. وهذا ربما الانتدابات هذه ماهيش خاصة مؤسستنا خاصة بال. نعم هذا وضع الانتدابات معناها تأخير الانتدابات. نعم. نعم. كيف ثم معناها بالنسبة للموظفين في دار مقن حوالي 20 تقريبا. نعم. وثم نقص كبير خطر عندنا إشكالية في الحراسة في معناها في المالية عندنا واحد ما هوش مكفي عندنا العديد من النقائص خاصة على مستوى معناها الموظفين وبالنسبة للسيادة الطاقم التسييري للمعهد بالنسبة للسيادة. نعم باللي نقعد دائما في نفس الإطار وإحنا نعرف أنه معناها بالنسبة لمعهد تحضير الدراسات الهندسية بالقيروان يعني حاليا أنتم وضعيتكم كيفاش على وجه الكراء لأنه أنتم عندكم وضعية نتاع مساكنة مع المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية يعني لهنا لو كان تسلط لنا الضوء يعني كيفاش قاسمينها أنتم البنية ولا معناها والله نعم. بالنسبة للقسمة معناها هي على وجه الكراء ولا نساء ولا الملك للدولة؟ ماهيش على وجه الكراء. بالنسبة للبنية هي مقر قديم معناها ترشيح سابقا ترشيح المعلمين سابقا والبنية هذه راهي معناها سير فيها اكسبرتيز معناها جو مهندسين قيموا معناها البنية هذه من 6 سبتمبر والتو نستنوا في التقرير اللي شفاهيا اعطانا راهي نسبة كبيرة مش تكون البنية هذه تم اخلاءها وهذا مشكل كبير. شنو السبب يعني السبب تم اخلاءها ليش؟ السبب انه معناها هو معناها بنايات قديمة للسقوط يعني مثلا للسقوط والبنية التحتية فيما يخص الكهرباء والصرف الصحي والمياه وكذا اكيد بالنسبة للكهرباء تم تجديد معناها التجديد الشبكة بالنسبة للماء كيف زاد معناها قاعدين مراقبين ولكن المشكلة في الخطر البنية في حد ذاتها سارت تقريبا العام الفات والعام القبل ومرتين اللي تيح معناها جزء من السقف وهذا معناها خطر على الطلبة بتاع المؤسسات تعزز مؤسسات. نعم. في نفس الوقت معناها تجي تشوف يعني يجوك الطلبة خاصة بتاع المعهد التحضيري يحبوا المراجعة ويحبوا يتميزوا في المناظرة الوطنية. نعم. يجيك على قاعة مراجعة ما ثماش. نعم. دائما مأثر علينا ظروف المساكنة. نعم. بين المؤسستين عليهم وعلينا ونمر بظروف قاسية زوج مؤسسات. نعم. وتأثر معناها حتى على مستوى الطلبة. نعم. وهذا رغم نحن الظروف هذه راهو معناها قاعدين نحققوا خاصة في السنوات الأخيرة معناها نتائج طيبة ونتائج متميزة فوق 80%. نعم. في معناها المناظرة الوطنية نعم. وهذا تم شكرنا حتى من المدير العام للدراسات التكنولوجية رغم أنه ظروف قاسية ونتائج طيبة. نعم. هذا نحب بالمناسبة نغتنم الفرصة نشكر كل الإطار معناها الإداري والتربوي من أساتذة وموظفين والطلبة على تميزهم نوجه لهم تحية احنا من إذاعة الحياة FM على المجهودات الجبارة اللي يقوموا بها. إذا الدكتور صابر دكتور تقريبا عندك فكرة على المقرات الجامعية على وجه الكراء ومسألة المساكنة يكونوا معناها 2 ولا 3 في نفس البناية وما يمكن أن ينجر عن ذلك من خلينا نقولوا سوء تفاهم ما نقولوش احنا مشاكل نقولوا سوء تفاهم صحيح هي فرصه باش الواحد يحكي على ظروف العمل نتاع برشا مؤسسات فيما يسمى الحكي من حباش الجامعات الداخليه ولا حتى في جامعات قديمه معناها فما برشا مؤسسات على وجه الكراء حاولت عندي 3 سنين المعهد العالي للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بالقيروان. نعم. مقر جديد وممتاز ويفتح برشا افاق الواحد. نعم. لكن قبل كنت في المعهد العالي للعلوم الميديا في قابس اللي نوجه تحيه للزملاء غاديكا في على وجه الكراء معناها من ثلاثه خواص معناها بنيه ما اقول ما تلقش ان تكون مدرسه معناها مش معهد عالي الواحد في مكان ضيق ورغم ذلك كما يحكي زميل معناها الاساتذه والطلبه والاداريين عاملين مجهود كبير باش يرتقيوا بالمؤسسة وهي بصفة عامة مسألة يظهر لي لازم حلها يكون بإعادة رؤية
نظرتنا للجامعة في حد ذاتها، معناها هذه نحل مؤسسة جامعية في كل مكان. في كل مدينة وفي كل مكان وفي كل ولاية. حسب رأيي أنه تمشي غلط، معناها الفكرة الأصلية في الجامعات أنه تلم عديد الاختصاصات، تلم عديد الأساتذة، تلم عديد الطلبة. نحن في المؤسسات هذه من جهة ما عندناش مقر لائق، ما عندناش معدات كافية، وما عندناش أساتذة كافية. معناها تلقى الزوز والثلاثة مؤسسات بجنب بعضها على وجه الكراء في الاختصاصات تشمل بعضها، وهذا نقص أساتذة ولا نقص أساتذة. اي توا معناها توا معناها حاجة غريبة شوية. أنا الحقيقة معناها الدولة كي تحل شعبة ولا تحل اختصاص معناها تكري من عند مواطن، معناها الدولة تكري من عند مواطن بناية وتعملها كلية. يعني أنت شنو اللي يخليك تتسرع وتحل لك الاختصاص هذاك، رغم اللي الاختصاص هذاك موجود في أماكن عدة، وتضطر أنك أنت معناها تكري بناية وكذا؟ قال شنية معناها الحقيقة أنا ما فهمتش الفلسفة وراء ذلك. أنا ما فهمتهاش، مش حاجة واضحة. فما هو مثال تدخل أنه فما مناطق تبدأ نقص بعض الاختصاصات، تاخذ وقتك يا تعملها في مؤسسة، في مؤسسة موجودة، فمثلا في موجودة كليات كبيرة وعندها الاسباس وعندها الواحد نجم تزيد فيها قسم، مش بشرط هي تعمل مؤسسة قائمة الذات وحدها. كان بالإمكان برشا مؤسسات نقول صغيرة في ناحية العدد ومن ناحية عدد الاختصاصات وعدد الطلب وعدد الأساتذة، كانت نجم تدخل في مؤسسة أكبر منها. وفما مؤسسات ذات خصوصية مثلا كما المعاهد التحضيرية ولا معاهد الهندسة والحاجة، تنجم تعمل مشروع كامل، مشروع دولة انك تبني لوكال مقر مركب جامعي. مركب جامعي يعني ممكن هما كان مشاو في ما سمح لي قطعتك دكتور، هما يمكن كان مشاو في مسألة المركبات الجامعية. يعني المركب الجامعي يكونوا فيه اختصاصات متعددة، وسيادتك معناها سافرت حتى الإسبانيا وشفت وعندك فكرة. يعني هو حتى الدكتور محسن يعني تعرف معناتها البرة كيفاش يكون، يعني مركب جامعي كامل. والمركب الجامعي الكامل هذايا فيه كلية معناتها التجارة، كلية الهندسة، كلية الإعلامية، فهمتني، وكلية الحقوق، كلية الأداب، الكل مع بعضهم في مركب جامعي. مثلا أنت كي تشوف القروين، عندنا مركب جامعي في رقادة، وعنا معناتها وين المعهد تحضير الدراسات الهندسية، وعنا هكا معناتها المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وفما على وجه الكراء في سيدي فرحان، فهمتني. وطبعا اللي يرجع بالنظر للقروين زادا اللي هما كيف ما قلت سيادتك القسرين وسيدي بوزيد وكذا. اذا معناتها هل معناها هل التفريق هو سامحني هذه هي الفكره، انه الجامعه مسمى الجامعة عندنا غير المسمى الجامعة في احنا بسمين الجامعة فعلا. هي الركتوراء مبنى فعلا. يغلب عليه الطابع الإداري فعلا. مهام إدارية واحد شكون نعم. تلقى في الركتوراء في الجامعة كجامعي تلقى رئيس الجامعة والنائب والنواب متاعو يجتهدوا باش يخدموا على روحهم. فما برشا مهام إدارية قايمين بها، فما كراسة مصالح يجب يقوم بكل كفاءة بالمهام الإدارية وتخرج من الجامعة. مهمتها انهي البحث، تشجيع البحث العلمي، تثمين البحث العلمي، تشوف الشعب، تأهيل الشعب نعم. تعمل العلاقات مع هذا قاعد نحن موجود، ما نقولكش مش موجود، ما قاعد في اطار اجتهادات شخصيه نتاع الاساتذه الجامعيين اللي باش يشدوا نعم. مركز جامعي. في معظم الاحيان هو عمل تطوعي. عمل تطوعي واحد ما عندناش الجامعه. اني واحده زميل من اسبانيا شافهم ثلاثه مؤسسات جنب بعضهم يقول لنا اسوار اسوار اسوار، كل واحد هذا مسكر على روحه ولا نعرف شنو يصير غادي وشنو يصير. لا تذيني ولا نديك. اذا نرجع مع الدكتور محسن وان شاء الله باش نحكيوا على مساله فما المختبر المشترك مع المعهد العالي للرياضيات التطبيقيه والاعلاميه بالقيروان، ان شاء الله باش نحكيوا على هذه الكل بعد الفاصل. من الجامعه نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور
طارق السالمي. مستمعينا الكرام، رجعنا لكم لموصلة الحديث مع الضيوف الكرام الدكتور محسن المراوي والدكتور صابر المرعوي، حول طبعا جملة من النقاط التي تتعلق بالمعهد التحضير للدراسات الهندسية بالقيروان. إذن دكتور، قبل الفصل كنا نحكيه على المقرات، وكنت أشرت لأنه فما نواقص في المقر الحالي أو فما بطء في إنجاز بعض المشاريع. تفضل معناها علق لي شنو اللي ناقصكم، شنو اللي مثلا وعدتم به وصار الدراسات وطبعا الدراسات تتأخر، شنو اللي معناتها لو كان تعطينا بسط على كل هذا. شكرا سي طارق. نحب الساعة في البداية معناها نعطي عدد القاعات اللي نستعملوا فيه، هما 8 قاعات للتدريس و4 مخابر، الكيمياء والتكنولوجيا والإعلامية والفيزياء. وانتم عندكم 327 طالب هكا؟ 327 طالب على 8 قاعات. على 8 قاعات، وهذا خاصة نعرف معناها طبيعة التعليم في المعاهد التحضيرية، يعني الساعات يقروا معناها عدد كبير من الساعات، يعني عندنا إشكالية في في اللي رترباج التدارك حصص التدارك في قاعة المراجعة كما حكيت، زادة مشكلة كبيرة قاعة المراجعة. هو تو بعد ما سيادتك أشرت لثمانية قاعات، هو تو معيش نحكيه على المراجعة، احنا تو نحكيه على القاعات اللي باش نقريه فيها. يعطيك الصحة. لكن ديما راهو ديما معناها نفكروا ان في تحسين المستوى معناها للطلبه نتاعنا، وهو هذا من حقهم. ان شاء الله يسامحونا، خاطر راهو بالحق جينا في وضعيه معناها نتاع البنيه مش تطيح، معناها حتى ثم بناء موجود، يعني الاداره مقترح نتاع اداره معناها لمده الانجاز كانت 6 شهور او 7 سنين ما حضرتش، وهذه للمعهد العالي للرياضيات التطبيقيه. بالله دكتور لهنا سامحني نقاطعك باش كل واحد يتحمس مسؤوليته. تو انتم هنا معناها اشرتم سيادتك انه البناء اي ربما اي للسقوط، وصار ان يطاحت قبل كل شيء، واكيد جدا معناها جاتكم ناس ربما من سلطات معينه باش يعينوا كذا، فانتم معناها علمتوهم يا ناس راي البنيه معناها. على فكره مازال ما وصلناش للتقرير النهائي. نعم. اما هذا معناها اشنو سمعنا شنو اما جاكم شكون قام بالمعاينه، شكون قام، والتقرير النهائي مازال ما وصلش. وبالحق معناها نحن تو حددولنا تاريخ اجراء المناظره الوطنيه من 1 إلى 8 جوان، ويعني كل حصه وكل ساعه وكل نهار يضيع على الطلبه معناها مهم. تصور انت كي تجينا معناها اخلاء في وسط العام، هذا المفروض معناها الحوايج هذه تتعمل قبل العطله، في العطله معناها باش يكون حتى كان باش نمشوا نحولوا ولا نشوفوا مقترح اخر، معناها يكون مش على حساب معناها وقت الطلبه اللي هو وقتهم ثمين. لضمان الاستمراريه وقتهم ثمين. اما انا جبت مثال نتاع بناء الاداره اللي هو معناها للمؤسسه بجنبنا، ليش حبيت نحكي على من التأخير سواء في الدراسة أو في الإنجاز اللي معناها اللي تأخذه سواء الوزارة وإلا المقاولين، معناها باش الدراسة خاطر تكون الوزارة هي المشرفة عليها، والإنجاز ربما يكون عند مقاول، وهذا بين قوسين المقاول صارت له ظروف وتوفى وثم إجراءات صعيبة حتى الولاية مشينا لهم وحاولنا معناها ندخلوا معناها الولاية باش تعاون في المجال هذا، والحق ثم بطء كبير. ومن معناها من المنبر هذا ادعو معناها جميع الاطراف من ولايه من وزاره من جامعه باش معناها ما يخلوش الطلبه يدفعوا الثمن، سواء معناها يقروا في المعهد التحضيري ولا في المعهد الرياضيات ولا في مؤسسات اخرى، وراي المشاكل تقريبا موجوده في العديد من المؤسسات. نعم. الجامعيه بجامعه قروان. نعم. وهذا معناها بالحق راهو كي نشوفوا حتى نحن نبرمج لنا بنيه وتوا في طور الدراسات. نعم. كي نرجع كم ميزانيتها دكتور؟ ميزانيتها تقريبا 9000 دينار 9 مليارات كان معناها 9000 مليون دينار 9000 هي 9 مليارات. الانجاز معناها نورمالمون الدراسات بدات في 2000 و معناها في من 2017 ونحن في الدراسات حتى لتو، صحيح تو في مرحله معناها متقدمة تقريبا قريب تتم الدراسات ويبدو في الإنجاز. نعم. لكن بالحق ثم وقت كبير ضاع، وهذه معناها الوزارة حكم الوزارة معناها هي المشرفة على الحوايج هذه. نعم. معناها من جانبي صحيح عندي عام أو سنة في المعهد التحضيري وجديد، معناها حبيت نحاول أني ندفع معناها
سواء معناها فيها المشاريع اللي قاعدة متأخرة وإلا لقيت العديد من المشاكل. وأبسط مشكل مثلا الإنترنت اللي هي معناها تقريبا من الضروريات للناس الكل، الأساتذة باش يجيب لك امتحان يطبعوا للطالب باش يقرأ ويبحث على معلومات ومناظرات أخرى يخدمهم للي داري باش يرسم للطلبة، هذه ماهيش موجودة تو سنة كاملة. ونحن كل مرة نسمعوا هاي هاو نشوفوا هاو الحل هذا هاو معناها الحق راهو هذا مشكل كبير يعني حتى لليوم حلول حلول وقتية حلول تتقص وهذه ما وصلتش. أنا بالحق راهي نخدموا في ظروف صعيبة. نعم ربي إن شاء الله ربي يعينكم ربي يقفي معكم. نمشي للدكتور صابر. دكتور صابر، يعني أنا باش نسألك على طريقة التدريس في المعاهد التحضيرية، هل هي تختلف على طريقة التدريس في يعني الشعب الإجازة مثلا؟ ثم أنه فما احنا في القروية عنا هاشتاج وينو سبيتار، أعتقد أنه مش يولي عنا هاشتاج ويني مدرسة المهندسين. تعليق ولا تعليق الحاجة على طريقة التدريس. بديت في التعليم العالي في مع التحضير اللي في جابس، صحيح مختلفة العقلية، الريتم، مستوى الطلبة زاد كيف زعمي مختلف. نعم. فما هدف معين بالنسبة للطالب التحضيري هو الكونكور. المناظرة الوطنية لدخول مدارس المهندسين. نعم. مهاش كما طالب داخل للإجازة ولا حتى داخل الماستر ولا حاجة. دونك فما طريقة أخرى معناها عندك حتى مسألة نتفاعل معك دكتور، حتى مسألة الغياب أعتقد تو الطلبة في بعض الكليات كي حطوا لهم مسألة معناها الإقصاء من الامتحانات إذا كان معناها تتجاوز عدد معين من الغيابات، يعني معظم الطلبة مش موافقين عليها وشايفينها حكاية معناها ما تحتاج في هذا. بالنسبة للمعهد التحضيري بون الغيابة دي بتقعد موجودة هي، أما الموتيفاسيون التحفيز يختلف، التحفيز يختلف بالنسبة للطالب في إجازة. الله أعلم خذاها الأولى ثانية ثالثة في التوجيه، كما واحد تسمى موصل لخذيت مع التحضير لأنه يكون معناها متفوق في البكالوريا وعنده هدف أنه يوصل للمدارس المهندسين ويتخرج مهندس. نعم. دونك العقلية مختلفة تماما. بالنسبة لمدرسة المهندسين في القروان، يعني ذا مشروع معناه عنده سنوات وعادي من اسمه الحديث عليه، مدرسة مهندسين في القروان، انه من حق القروان اني تكون عندها مدرسة مهندسين فيها اختصاصات اللي تكون متلائمة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي الموجود في القروان. نمشي اكثر من هكا، من حق القروان ان يكون فيها قطب جامعي كبير ملموم. بكري حكينا على الجامعة وستركتيرة الجامعة ان تكون تلم الواحد. حسب رأيي أن الدولة يجب أن تمشي في التجميع متاع المؤسسات في أقطاب كبيرة، مراعية الخصوصيات متاع الجهات. يكون عندنا قطب مثلا في القيروان، فيها شو عندنا في القيروان مثلا، فما صناعات معينة، فما الفلاحة، فما حاجات خصوصيات كل جهة. بين القيروان في الوسط زاد نجم معناها تاخذ الموجود في القصرين في قلب تونس، معناها قلب تونس نجم تلم باهي وتلم المؤسسات هذه وتلم معها الخدمات اللي هي متفرقة. تعرف انت المطعم جامعي في بلاصة والدراسة في بلاصة والنقل مش موحس المشاكل كان ندخل فيها مع الحصة كان ندخل مع خلينا في الحلول خير. دونك مشروع حلم متاع مدرسة مهندسين في القيروان حاجة تصور لازم. أنا عندي سنوات ونحكي فيها. أنا باش نقول لك شنو المانع، شنو المانع من أن تتعمل مدرسة مهندسين بالقيروان، خاصة أن الدراسة جاهزة واشتغلوا عليها ثلة من الدكاترة وعطوا من وقتهم باش يخدموا الدوسي قديش من مرة من 2015. فمعني شنو المانع خاصة أنها جامعة تشرف على ثلاثة ولايات، القيروان والقصرين وسيدي بوزيد. نعم. فما والحاجة فما عقلية متاع مركزية هذه مهما نحكي وديما موجودة. فما مركز القرار في تونس ولا في مراكز القدوم معهد
هذه ديما تقعد مانعك سواء للمدرسة المهندسين ولا لبرشا حاجات اخرين. ديما مسألة هذه انه نلم الكل عندي في بلايص معين ما غير ندخل في جهويات. هذا واقع تحكي معي واحد في التعليم ولا غير التعليم تلقاه موجود. معناها هذه حكاية المركزية المفرطة عنا وحتى عملنا في الدستور الباب السابع والمجال السيوي وما فيما صار منه شيء على أرض الواقع. دونك هي راهي مربوطة معناها نحن في التعليم العالي ما إلا جزء من البلاد. معناها مشاكل البلاد هي مشاكلنا بالفعل. مشاكل التعليم العالي هي مشاكل البلاد بالفعل. دونك منها المركزية منها الرغبة في التمويل غياب التمويل سمحني غياب التمويل نعم. ولا لازم الاقتصادية الكبيرة والواحد نعم. دونك يولي هي نحن طاولين نحكيه على شهريات ما عادش نحكيه على مؤسسات بناء مؤسسات واحد. معناها المشاريع موجودة كما كنت في ملتي ميديا قابس عندنا من أكثر من 10 سنين اللي عملنا مشروع نتاع المؤسسة والدراسة نتاع عدد الأقسام وعدد التجهيزات والكل واحد الآن مازال فماش حاجة واقعية معناها موجودة. معناها الدراسات والتمشية هذه كلها تصير ولكن بعد انت جيت تحولها لارض الواقع. صحيح صحيح ديما يقول لك فما مشكل التمويل مشكلة وحسب رايي فما رغبه في التنفيذ فما غياب تاع رغبه معناها فما زاد عدم استقرار للتسيير وفما غياب تمويل. انا والله دكتور صابر لهنا نحب طبعا انا مش نلاحظ حاجه وباش نوجه الكلمه للدكتور محسن. يعني توا حاليا حسب ما ذكرنا الدكتور محسن فما دراسات متقدمة بخصوص إنجاز بناية خاصة بالمعهد تحضير الدراسات الهندسية بالقيروان. أنا نشوف هنا تخطيط استراتيجي أكثر منه لأنك توا أنت عملت تخطيط أنت باش تعمل معهد تحضير الدراسات الهندسية. علاش مشي نفس الدراسة هي بيدها عملتها الإنجاز معها التحضيري ومعها مدرسة مهندسين باعتبار أنه المشروع جاهز تقريبا وكان على وشك أنه يبدأ لنا. إذن أنا مش نقول لك دكتور محسن هاشتاج ويني مدرسة المهندسين ونعطيك الكلمة تعلق لي. يعطيك الصحة وتقريبا سامحني معناها الرج أنه أهم موضوع هذا خاصة معناها اللي خليني نجي وفرحان نحب نجبد عليه الموضوع هذا بحق خاطر معناها ما بلغني من زميلي المدير السابق سي منير بن صالح اللي نشكره وقدم معناها نوجه له تحيه سي منير الله يوفقك قدم خدمه كبيره للمعهد التحضيري لدراسات الهندسه بالقروان. وبكل صراحه معناها بلغني انه من 2009 والملف حاضر المخطط الوظيفي والبيداغوجي بقى معناها امضاء امر ودرج بالرائد الرسمي نعم. ونحب نسمي بالاسم معناها سي شهاب ودن وقتها هو اللي معناها في الفترة متاعه معناها هو ما أمضاش ما أمضاش معناها الملف هذا نعم. وقتها هو كان وزير التعليم العالي نعم. أنا بكل صراحة سواء من الكفاءات تعج بالكفاءات جامعة القروان معناها فيها أساتذة كفاء نعم. وبين قوسين في البحث العلمي نعرف ثم تشجيع عندنا استاذ من المعهد التحضيري للدراسات الهندسيه بالقروان نعم. في البحوث نتاع السنه نتاع 2018 تحصل على 13 مليون و500 حكم هما 10 ملايين البلافون معناها الاكبر مبلغ لكن يزيدوا 30% للجامعات الداخليه نعم. وهذا يخلينا زاد باش بعد ربما باش نحكوا على مخاطر البحث نعم في الجزء الثاني ان شاء الله الجزء الثاني نعم. بالنسبه للمقر هذا نتاع بالنسبه معناها حتى البقعه نتاعو راه مفكروا اني باش يكون ثم مركب جامعي سامحني ستار مركب جامعي بجنب الجامع فيه لسات وجنبه البنيه نتاع المعهد التحضيري اللي هي تو ان شاء الله على قريب يكون يبدو البل ومعناها بحذاه زاد المدرسه الوطنيه المهندسيه ومعناها علاش ما يكونش مطعم جامعي ومبيت دراسه واحده دراسه واحده باش انا كي نخطط ونبني وننظم صحيح. مره واحده فهمتني خاصه انه راهو نعاود نقولوا راهو بالنسبه لجامعه القيروان التي تضم ولايه القصرين وتضم ولايه سيدي بوزيد يعني بالنسبة للإنجاز مدرسة مهندسين بالقيروان يعني حاجة معناها متفق عليها الناس كل وأصلا أعتقد أنه كيف ما قلت سيادتك معناها هي مازلت على إدراجها بالرائد الرسمي. إذا إن شاء الله ربي ييسر وإن شاء الله المانع خير
اذا انت بعد اذنك حتى تفضل اي تفضل بالله جيت حبيت نقول راهي من ظهر لي الولايه الوحيده ولا الجامعه الوحيده نعم اللي ما فيهاش دراسة. انا ما فيهاش مدرسه وتقدير مهندسين رغم وجود نعم رغم وجود معهد تحضير للدراسات الهندسيه وهذا هو هذا هو البارادوكس. اذا مضطرين نخرجوا فاصل ونواصلوا الحديث ان شاء الله. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام نجدد لكم التحية من إذاعة الحياة اف ام ونواصلوا الحوار مع الضيوف الكرام حول جملة من النقاط التي تهم التعليم العالي. إذن ضيوفنا اليوم نذكركم أنهم الدكتور صابر المرعوي أستاذ جامعي بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان، والدكتور محسن الميراوي وهو أستاذ محاضر وهو في نفس الوقت مدير المعهد التحضير للدراسات الهندسية بالقيروان. كنا حكينا على البناءات اللي توا قاعدين يحضروا فيها بنية جديدة، وكنا حكينا أيضا على النواقص اللي تعاني يعاني منها المعهد مذكور المعهد التحضيري للدراسات الهندسية. أنا قبل ما نمشي للمحور الثالث اللي هو البحث العلمي وحدات البحث ومخابر البحث في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية وأيضا بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية، نحب معناها الحقيقة نفند فما رأي يقول أنه معناها التلامذة معناها بالبكالوريا اللي يجيو للمعهد تحضير الدراسات الهندسية بالقيروان معناها عادة تجي معناها كيف ما نقولوا المعدلات التراكمية متاعهم ضعيفة وكل شيء. أنا الحقيقة سمعت هذية في الشارع الكلام هذية، ولكن منذ حين سيادتك دكتور محسن قلت أنه في المناظرة الوطنية 80% من الطلبة متاع المعهد التحضيري نجحوا في المناظرة الوطنية، وبالتالي إذا كان 80% نجحوا معناها هذا يؤكد أنه قيمة المعهد تحضير الدراسات الهندسية بالقيروان، ثم يؤكد على العمل الجبار اللي يقوموا به الدكاترة هناك. إذا هالرؤية هذية وفي نفس الوقت اللي ما تتمشاش مع العدد الكبير اللي حققتوه وهو بصراحة عدد مشرف جدا فاجأتني به يعني بصراحة. شكرا بالله نحب ذكرتني بموضوع مهم. نعم. هو السنة ثم إشكالية كبيرة في اللي بريباي كل في مؤسسات التحضيرية كل. نعم. أنه وجهونا ما ثم نجاح كبير في البكالوريا وجهونا بكالوريا علوم. نعم. علوم وجههم رياضيات فيزياء. نعم. هي صعبة عليه صعبة عليه وهذا في اجتماع مع الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. ثم سحب كبير مثلا في كل في تحضير المستير سحبوا 100 طالب سحب الترسيم تاعو الترسيم وي باعتبار انه استخدم بريتم قوي معناها صحيح. وكيف كيف في صفاقس نعم نحن الحق بالنسبه يمكن ثم 5-6 اللي سحبوا نعم هذا عادي باك علوم وهذا معناها بالحق راي العام الجاي مش توقع اشكاليه دوك نمشي توجه. نعم. وهذه ربما معناها ثم خطا وزاره التربيه المفروض كي مش تنجح معناها ما نعرفش يعني بالامتحانات بالواحد ما تخليش انه نوبر يكون اكثر من 20,000 عدد معناها وتوجهه كيما يجي معناها لو خطا كبير عمي وللباك معناها ما قعدت حتى واحد صح خطا كبير تهزوا الشعبه صعيب عليه. وهو وعندنا زاد الاشكاليه الثانيه اللي تشكى منها المؤسسات الكل في العام الفات واللي قبله يقروا في اشتر البرنامج طبعا كيفاش تو مثلا ثم معناها حاجات ما قروهمش وجو سنة يعني نورمالمون باش تبدالو انت على اساس عندك باز وعندك معناها باش تعتمد على اللي قراه. نعم. معناها ثم الاشكاليه هذه. نعم. اما بالنسبه لنا نحن السنة اشنو عملنا مثلا العلوم حطيناهم في قسم واحد. نعم. وبين قوسين ما اعطيناهم الاساتذه عندهم وسع بال باش يراجعوا لهم ويعملوا معاهم مجهود اضافي. مجهود اضافي. وهذا ربما خلى الاعداد نحن اللي سحبوا عدد صغير. بالضبط. بالحق راهو في المعهد التحضيري راهو كل شيء ندرسوه، نعم. النتيجه تهمنا، معناها يلزمنا ندافعوا على طلبتنا حتى على حساب الصحة. روح ايجابيه جدا نشكرك عليها. نعم. بالله العام الفات راهو المعهد التحضيري الوحيد اللي كمل البرامج كي نقول كمل البرامج الاخرين كملوا زملائنا لكن عن بعد. نحن عن بعد بما ان عندنا اشكاليه نتاع الاعلاميه نتاع الانترنت تصرفتوا باش يكون حضوري ولينا حضوري وكملنا في اخر جويل ما شاء والناس الكل كملت البرامج ما شاء الله وهذا جاب معناها العمل الجبار مو هذاك علاش احنا هذاك علاش اذاعه الحياه اف ام معناها
عملت البرنامج هذا اللي اسمه من الجامعة نبني الوطن، لأنه تسليط الضوء على الناس اللي تبذل في المجهودات الجبارة هذه في التعليم العالي هو ضرورة، فهمتني؟ إذن هنا نشكركم على المجهود الجبار، وهما اللي قاعدين تبذلوا معهم في المجهود هما في نهاية الأمر وليداتنا وليداتكم، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. نتعديه للبحث العلمي. دكتور صابر، البحث العلمي، البحث العلمي في تونس هو بحث موجه للترقية باش ينشر أبحاث في مجلات علمية متخصصة، ما في نسبة كبيرة منه مش قاعد يقع تثمين متاعه. معناه نحن عندنا أبحاث ممتازة جدا قاعدة تعمل في جميع المؤسسات الجامعية مع جميع الأساتذة، قاعد يخدموا في أبحاث ممتازة بدليل إنها قاعدة تتقبل في برشا نشريات ممتازة، وقاعدة الأساتذة هم قاعدين يعملوا في برشا مشاريع مشتركة مع زملائنا في الجامعات في الخارج البرة. نعم. في الهدف من البحث العلمي في الأصل ماهوش إنك باش تعمل بابي وتنشر وترقبوها، هذيك حاجة ثانوية تجيب طبيعتها. نعم. يعني تبقى الهدف إنك الجامعة يقولوا قاطرة اقتصادية، قاطرة اجتماعية واقتصادية للمجتمع، معناها في سواء الأبحاث في العلوم الإنسانية والعلوم في اللغات وفي العلوم التكنولوجية والهندسية. هي اللي باش تدفع تقود المجتمع نحو معناها افاق جديده واحد. هذا مش قاعد يصير بصفه اللي على الاقل خلينا نكون متفائلين، مش قاعد يصير بصفه اللي مطلوبه واللي يلزم تكون ابحاث تقعد على الرفوف كلها الغبره، ابحاث معناها ما يسمع بها حد غير الجامعيين ولا ساعة الجوري اللي يحضر. هو مقاطعك دكتور، هو بسبب معناها الطريقة والاستراتيجيات المتبعة، البحث العلمي هو يستعمل في تونس، كل واحد ينشر نشرية علمية أو كذا من أجل الترقية، وقت اللي هو البحث العلمي تعمل من أجل الارتقاء بالأوطان ومن أجل أنه ينعكس على حياتنا الاجتماعية. فأنا هنا مش نذكر حويجة معناها صغيرة للترفيه عن نفس شوية، يعني البارح نتكلم مع زميلة تشتغل، هي اختصاصها بيولوجيا وتعمل في البحث العلمي على الطحالب، تعمل على الطحالب، ففي النقاش متاعنا قالت راو الطحالب هذوما معناها ينتجوا لنا كميه كبيره من الاكسجين وراهم هما مؤشر للتلوث. فانا لما قلت لي راهو مؤشر للتلوث بصراحه ضحكت انا لانه مؤشرات التلوث معناها عنا هاني الصاشيات هاني الدبابز معناها مطيش، هذيك كلها مؤشرات متاع التلوث، مش نمشيوا حتى للطحالب احنا باش يعطيونا التلوث. إذن لو الدراسات هذه اللي تقوم بها معناها الدكتورة هذه لو تتثمن على الأرض الواقع وتعطى القيمة التي تستحقها، فأكيد جدا باش يصير معناها باش تفيد. نعم، يصير تغيير كبير، وهذه راهو معناها هذا مثال من عشرات مئات الأمثلة. هوني لازم واحد يخرج من الجامعة يشوف شنو هي الإشكاليات الكبيرة اللي في البلاد كامل. راهو ما نجموش نحن بوا عندنا زاد غلطه منا كجامعيين اني تقريبا عايشين في برج عاجي نتاعنا نتاع الجامعه، نمشي نقري نعمل ابحاثي نعمل السيميناسيون نتاعي على نعم المحاكاه، معظم البحوث تعتمد على المحاكاه. يعني ما وقت اللي نمشي للاقتصادي، الاقتصاد في تونس اقتصاد ضعيف، شركات غالبا عائلية ولا صغيرة، معناها ما عندهاش معناها ديبارتمنت نتاع ريشيرش ديفلوبمون، معناها تطوير بحث التطوير، ماهاش قاعدة تندب في دكاترة جامعيين. الدكاترة تعرف قدش من الشر قاعدة معناها ماشي تحت الدروج معتصمين. ماهاش معناها في الانتدابات نتاعها ماذا بيه اقل درجه ممكن نتاع انسان باش يخدم له ماكينه ويسكر له ماكينه واحد، ما فماش رغبه في التطوير حتى في المعمل. معناها غلطه من جهتين باش ما نحملوش مسؤوليه لغيرنا، نحنا ما مشيناش كما ينبغي للمحيط نتاعنا. قليل هذا الانفتاح موجودين مشاريع، ما نقولكش مش موجودين، اما قليله وفي احيان كثيره تقعد تحبر على ورق. هو الدكتور لهنا احنا باش نعطيو لي كل ذي حق حقه، يعني لهنا الدكاترة الباحثين احنا خدمنا البرة وعملنا البحث العلمي مع القطاع الخاص،
الأستاذ أو الدكتور لما يجيب يسميوه التمويل يعني جرانت، لما يجيب تمويل فالأستاذ الجامعي يخلص عنده بالإضافة الراتب ويخلص مك التمويل اللي جابه للكلية لهنا لهنا ما تقعد تطوع إيه ملا أنتي توا أنتي توا قديش ما هو زاد الواحد عنده عائلته وعنده صغار وعنده التنقل وتوا أنتي مثلا تجي من المستير ما أنتي مش جي من المستير القروان باش تعمل عمل تطوعي أنتي باش تعمل البحث العلمي هذا موجود في إذا كان مش تعمله مش تعمرك باش تترقى كملت الترقية من إيه أنت نجم نعمل معناها أنا خدمت مع عشر زملاء وخدمين عمل تطوعي أما معناها ما تنجمش تعاول على عمل تطوعي لما نعم. النهايه نعم. تعاون تشهد السنتر كاتسي ايه. معناها يقول لك حتى في النص القانوني الاستاذ المتطوع نعم ولا تخدم في بروجيات معناها نتاع مشاريع. مشاريع مع الجامعات في البرا كيما الراسموس بلس وكيما الهاش فان فان الواحد ايه. حتى في الخلاص هو يخلص لك في المشروع في الميزانيه نتاعو في البلان نتاعو ايه. المخطط نتاعو تلقى خلاص القائمين تعمل تقرير تعمل ايه. في مجهود انت تخدم انت تخدم تعمل في مجهود انت تعمل في مجهود والمجهود اي انسان تحبه ينتج لابد من تحفيزه اذا كان اذا كان مش تعمله هذاك حقه هذيك الحاجه اللي تخليه الواحد يتطوع عن سيدي نخدم متطوعا فمش حد استاذ ولا داري ولا انا نعرف انه الدكاتره الكل يخدموا متطوعين ولكن ما هو تعاون الى ما لا نهايه شويه ملحنه وشويه مرتبط لدين انا نتطوع شوي وانت تتطوع شوي في نتطوع كان انا دكتور محسن دكتور محسن شنية مخابة وحدات البحث اللي عندكم هل عندكم ميزانيات مرصودة شنو نشاطكم في مجال البحث العلمي في المعهد تحضير الدراسات الهندسية بالقيروان شكرا نحب نعطي سيفتي الثاني لأستاذ معنا رياضيات بالمعهد العالي للرياضيات التطبيقية والعلمية بالقيروان نعم ندرس ماجستير ماجستير ومعناها وهذا يخليني اني معناها نكون مهتم بالطلبه اللي يتخرجوا سواء في معناها في تاطيرهم والا في احداث معناها جروب دو ترافاي يعني مجموعه عمل تقريبا كل اسبوع نعم انا نجيب شكون يعمل منهم يعملوا محاضرات من الدكاتره نعم او اللي مازالوا مرسمين بالدكتوراه نعم والا نجيبوا لهم ناس معناها كما نجيبوا لهم ناس معناها صنف A من جامعات أخرى نعم. وهذا يتم الأسبوع الفارق يوم 2 ديسمبر نعم. 2021 وبالأمارة وبالأمارة كما لقيتوش مكان نظمتوه في مكتب المدير نعم. يوم علمي معناها كان العنوان بتاعه البحث الكمي والكافي لحلول بعض المعادلات من درجة الأولى والثانية نعم. هنا بالحق نحب معناها نشكر معناها الناس اللي عاونت خاطر راهو نعطيك في بعض الاحيان نلقوا اشكاليه حتى باش نفطروا الناس اللي نجيبوهم ساعات بعض الزملاء نقسموا بين بعضنا معناها وانت سلت على الميزانيه خاطر نحن المعهد التحضيري ماهوش نتاع بحث ما نجموش بالمعهد التحضيري نحو هذاك لكن الاستاذ اللي يخدموا فيه يعملوا في البحث نعرف لا بصفه عامه المعهد التحضيري بما انه سنتين يعمل مناظره ما عندناش معناها ما عندناش ماجستير ما عندناش يعني نحكوا على ماديا ما نجموش من المعهد معناها نخلصوا حاجات كيما هذه نعم لكن ولكن عندكم في المعهد العالي للرياضيات التطبيقيه والعالميه اللي انتم متساكنين معاه هذيك عندهم مخاطر اي تفضل باش نعطيك الحلول وكيفاش فكرنا معناها نعم بالنسبه عندنا معناها تو فكرنا وفي تو انجاز نخبر بحث بين المعهد مشترك بين المعهد التحضيري والمعهد العالي للرياضيات مشترك نعم. ومعانا زاد بقيه اساتذه الرياضيات في الجامعه نعم. هذا الملف بتاعنا شنو اختصاص والتوجه المشي فيه الرياضيات التطبيقيه معناها المعادلات يعني مجالات البحث هي الرياضيات التطبيقيه المعادلات بصفه عامه نعم حلول يعني هنا انا فما نقطه معناها نقطه هكا تجي بشكل عرضي يعني لهنا عندنا معهد تحضيري وما عندناش مدرسه مهندسين نقريوا للماجستير وما عندناش مدرسه الدكتوراه يعني شنو هالحدود هذه والقيود الموضوعه يعني هو
هو والله يحب معناها. وهي باللي وضح لي الدكتور، نستغل وجودك معي، وضح لي هل هي وحدة بحث أو مخبر بحث؟ لأنه فما فرق كبير حتى في مسألة الميزانية. نعم. بالنسبة لنا مش نبدو مخبر بحث بحكم عدد للسيادة صنف A وصنف B متوفر. صنف B متوفر. نعم. يعطيك الصحة. هنا نحب نشكر الجامعة في النقطة هذه. نعم. يعني هالسنوات الأخرانية حاولوا يوفروا معناها ونقولوا يحفزوا ويعاونوا الجماعة اللي يعملوا تأهيل جامعي، وبالتالي معناها يدخلوا المرارة ويولونا صنف A. تأهيل جامعي باش نفسروا للسادة المستمعين، تأهيل جامعي باش يتعدى من أستاذ مساعد للتعليم العالي الى استاذ محاضر للتعليم العالي، هذه لابيليتاسيون معناها التاهيل العلمي. نعم. وهذايا هنا مثلا التحفيز سواء معناها اللي نجحوا يعملوا لهم تكريم، دعوه معناها تحسيس بعض الزملاء، ثم شكون كان ناسي البرنامج هذا يا خويا برا اخدم. نعم. اخدم على روحك. وتو نحن المجموعه اللي معناها المجموعه ولت كبيره، ولا عندنا حتى اكثر من وحده، اكثر من مخبر بحث. نعم. هذا اللي دفعنا ان باش نبدو مبدئيا بمخبر بحث. نعم. عندنا زاد مخبر بحث في الرياضيات. نعم. عندنا ايضا وحده بحث في الكيمياء. نعم. معناها تراسها سينافع الضوم، نشكروه زاد قدم وجهوله تحيه دكتور نافع تحضيري. نعم. جلسات الهندسيه القروان، وتوا نفكروا في الارتقاء اللي جاء اخر جل، خاطر كل وحده بحث. نعم. عندها حق في 6 سنوات. نعم. ثم يا اما تغلق يا اما تتاهل، والا معناها يتم ارتقائها الى مخبر بحث من وحده الى مخبر، من وحده الى بحث، الى مخبر. نعم. وهذا تو نحن في زاد في الملف، عندنا 2 ملفات مهمه. نعم. ملف نتاع ارتقاء، ملف نتاع معناها احداث مخبر بحث. نعم. وبالحق راهو دائما في القيروان معناها ادعو الجميع معناها باش يكونوا باش معناها يلتفوا حول معناها احداث الوحدات ومخابر البحث، خاطر راهي هذه معناها تساعد باش النهار اللي نظموا معناها ايام علميه معناها نبقوا شكون اللي مهول ونحل معناها الاشكاليات هذه. نعم. وفي نفس الوقت حبيت نقول اللي نخدم عليه هنا، خاطر عندي الاسبوع القادم معناها زوز مناقشات نتاع دكتوراه في صفاقس. نعم. معناها الاولى اكزاميناتور، نعم شكون النظام يعني عضو. نعم. عضو. والثانية مؤطر. نعم. الثانية مؤطر معناها ليتيديونت اللي المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والعلمية بالقروان، ما شاء الله مش ان شاء الله تعمل السكروس نتاعها ان شاء الله. عندنا اعمال معناها تكون مربوطة بالواقع، ومن بينها الكورونا. نعم. اللي معناها عندنا معادلات خاطر نعاونوا الطب باش. نعم. باش في الايجاد معناها بعض الحلول ولا بعض. نعم. هو هذا هو الدكتور، ثم حاجات مهمه طبعا. هو حتى واحد من نجم يقول البحث العلمي مش مهم. البحث العلمي راهو مرتبط بحياتنا اليوميه، راهو مثلا حتى في التصدي لهذا الوباء اللي هو كوفيد 19. طبعا اشرت سيادتك انه عندكم معادلات حتى رياضياتيه يعني في الاتجاه هذا، وهذا هو صحيح. احنا نحبوا البحث العلمي الذي ينعكس على حياتنا الاجتماعيه. دونك لهنا نواصل معناها مع الدكتور صابر المرعوي. دكتور، احنا نحكيوا على البحث العلمي، ولكن نشير النقطه انه التمويل نتاع البحث العلمي منين يجي مصدره، ثم كيفيه التعامل بين القطاع العام والقطاع الخاص. اذا هذايا نحكيوا فيه بعد الفاصل ان شاء الله. من الجامعه نبني الوطن. من الجامعه نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعه وضروره المراهنه على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحيه من اذاعه الحياه اف ام. بارك الله فيكم على اختيار هذه الاذاعه، إذاعتنا اللي إن شاء الله تكون قريبة لكم، وإن شاء الله تجيب لكم المواضيع اللي تتماشى مع ذوقكم الطيب. إذن باللي قبل ما نبدأ في الجزء الأخير من حصة اليوم حول النقاط وبعض الإشكاليات في التعليم العالي، الدكتور محسن الميراوي طلب مني باش فما بلاغي يحبي يمرره للطلبة يخص يتعلق بمسألة تلقيح ضد وباء كوفيد 19. تفضل دكتور.
شكرا. نحب نتوجه للطلبة والمدرسين والأعوان بجامعة القروان الكل، نعرفوا اللي عندنا امتحانات بعد العطلة مباشرة، وبالتالي معناها مهم ياسر باش معناها نكملوا لقحوا ضد الكوفيد 19 سواء طلبة ولا مدرسين ولا أعوان، وهذا راه مهم خطر انطلاقا من 22 ديسمبر يمنع منعا باتا على جميع الزائرين وكل شخص يبلغ او يتجاوز 18 سنه الدخول الى مقر الجامعه او المؤسسات الراجعه لها بالنظر دون الاستظهار بجواز التلقيح ضد فيروس كوفيد 19. نعم. ماذا بينا لو خطر يعني بكل معناها هو مش ماذا بينا، هو قانون انطلاقا من 22 ديسمبر ما عندكش جواز التلقيح ضد كوفيد 19 راك ما تنجمش تدخل المؤسسه الجامعيه بدون احراج قانوني. هذا حاليا يبدو من تو اللي ما عملش ما نخليوش رواحنا لاخر لحظه. هاو فما متحور جديد، ان شاء الله ربي يعفينا ويعفي كل المستمعين ويستر الناس كل. اذا نمشيو نعملوا هالتلقيح باش نرتاحوا من الحكايه دي وكل واحد يقضي اشواره في اريحيه تامه وربي ان شاء الله يقضي الاشوار. دكتور صابر، الترقيات في التعليم العالي في الاسلاك الكل، في الأسلاك الكل الترقية تكون بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة عدد معين من السنوات، وحتى في الانتداب بيدو معناه يستظهر بالشهادة العلمية نتاعه وفقدته وبعدين يمشي فما مناظرة شفهية ومناظرة كتابية إلى آخره، إلا في التعليم العالي. إذا مثلا باش تتعدى من أستاذ مساعد للتعليم العالي إذا أستاذ محاضر للتعليم العالي لازمك تقوم بأربع نشريات علمية على الأقل وتكون في مجلات محكمة، وفما شروط أنه لازم يكون اسمك لول في واحدة منهم على الأقل، ثم بعد ذلك لازمك يكون معناها عندك زوز اختصاصات في البحث العلمي متاعك، وهذوما مش تعمل عليهم رسالة تقريبا أقوى في المحتوى متاعها من الدكتوراه. إذا أنت تو باش تترقى وبعد هذه كل تتعدى على اللجنة، واللجنة هذه كل تنجم تنجح تنجم ما تنجحش. إذا احنا تو باش نتعداو من أستاذ مساعد للتعليم العالي لأستاذ محاضر للتعليم العالي، وهو نفس الشأن من أستاذ محاضر لأستاذ التعليم العالي. إذا وكأنك عملت دكتورة أخرى ما بين كل صنف وصنف، وكأنك عملت دكتورة أخرى، وهو هي ما نقصها حتى شيء على الدكتوراه لأن النشريات العلمية موجودة، الميموار موجودة، كل شيء موجود، إذا كاينه دكتورة أخرى. هو صحيح وني ولا فما حاجتين واحد يلزم يراهم. اولا انه الخصوصيه نتاع المهنه نتاعنا ان استاذ بحث، معناها دورنا من ماهوش فقط البحث التعليم، ما حتى البحث العلمي وجزء كبير من حتى من شهرياتنا معناها هي منحه البحث والتأطير. نعم. الحاجه الثانيه انه متوازيا مع الوظائف الاخرى كما كنت تحكي معناها ما عندهمش التعقيدات اللي عندنا يعني. دونك فما هو مقترحات برشا حسب رايي يلزم يراعيوا الحاجتين هذو، راعيوا انه يلزمنا نكونوا فما انتاج بحثي وانتاج علمي وتاطير في حدود الامكان، زاد خاطر ما تشرطش عليه مثلا يكون عنده تاطير ماجستير في مؤسسه ما فيهاش ماجستير اصلا ما تشرطش عليها. نعم. فما شروط غير معقوله معناها، وفما حاجه زاد انه ساعه تلقى كل جامعه ولا كل عنده نظام وعنده شروط وعنده على الاقل في ميدان معين في الهندسه الكهربائيه في العربيه في فما حاجات مشتركه معناها متقدم مطلبك ولا دوسيك تقدمه في تونس كيما تقدمه في قابس كيما تقدمه في قروان نفس فما حاجات خاطر فما خصوصيات بين التخصصات، وانا مش كيما مثلا بيولوجيا كيما العربيه كيما في نفس التخصص في نفس الهندسه الكهربائيه جامعه صفاقس عندها شروط معينة، جامعة مستير عندها، جامعة كل جامعة عنده حدا. أنا الحقيقة بالنسبة لمناظرة الانتداب والترقية أنا شفتها معناها تقريبا المتبعة في تونس تقريبا مشابه جدا للمتبعة في فرنسا ومشابه جدا للمتبعة في الجزائر الشقيقة، ولكن الإمكانيات اللي توفرها الجزائر والإمكانيات اللي توفرها فرنسا ماهيش نفسها توفرها تونس. البحث العلمي وتشجيع الناس على الانتاج العلمي هذا من ناحية، من ناحية أخرى أنا شفت حاجة تفاجأت بها، آخر تحيين لمناظرة الانتداب والترقية في فرنسا كانت 2019، بالنسبة لنا نحن آخر تحيين وهاني مكتوب التو في موقع الوزارة حسب القانون المؤرخ كذا كذا 1993. هل معقول أنه قانون الانتداب والترقية من 93 التو 30 عام؟ دكتور محسن
يعطيك الصحة. الحق هو ثم مشكل كبير في اللي حكيت عليه، المفروض تكون موحدة، معناها المقاييس تكون موحدة. نعم. وهذا يخلي معناها أنه اللي مثلا موجود في جامعة المنستير يتشكى، يقول لك كيفاش معناها زميلي نفس الاختصاص، ولو الناس يحبوا ينقلوا الجامعات تكون المقاييس أقل. مقاييس أقل. بالحق معناها هذايا مهم. إن شاء الله. إن شاء الله تتوحد. في بالي ثم البرنامج اللي محضرينه الوزارة من قبل. أيه. النظام الأساسي الجديد فيه حاجات تتعامل. ولا واحد من حكاية النظام الأساسي والقوانين، نحن معناها القانون التعليم العالي، قانون 19 متاع 2008، بعد ثورة التحوير الوحيد المهم اللي نجمه نحكيو عليه انه انتخاب رؤساء الجامعات والمديرين والعم، معناها العمدة كان من قبل بالانتخاب، معناها ما صارش حتى تحوير مهم ينجم الواحد. نعم. رغم برشا حديث على القانون الاساسي، برشا حديث، برشا واحد توا، فما برشا اقتراحات، معناها نحن نرجع لحكاية الرتب والواحد. نعم. فما اقتراح انه نحيو هذه الصنف A وصنف B، وما شافها الوزارة تقريبا هذه مؤكدة، هذه الأستاذ مساعد وأستاذ مساعد، نحن كما حكيت نحن ديما نتبعوا النظام الفرنسي اللي هو. نعم. دي باسي وعندهم مشاكل اشكاليات حتى تصبح اكل عليه الدهر. علاش ما نمشيوش نفتحوا على تجارب اخرين؟ اولا نفتحوا على تجارب اخرين، ثم علاش ما تكونش عندنا تجربتنا الخاصه نحن؟ نعم. علاش ديما احنا كتب لنا انه ديما نتبعوا غيرنا؟ احنا نعمل تجربتنا الخاصه وعندنا من الكفاءات اللي ينجم يفوت اي دوله فيه. خارج من واقعنا، خارج من واقعنا، وتعكس حقيقتنا الاجتماعيه وكل شيء. اذا مستمعينا الكرام، طبعا الحديث في مع الدكاتره الضيوف الكرام، الحديث ذو شجون ما يوفيش، المواضيع متعدده. اذا في النهايه قبل ما نختم، الدكتور محسن يشير لي ويطلب كلمه، يعني 30 ثانية دكتور لو سمحت. يعطيك الصحة، نحب نشكر الساعة الجميع. بالله راني نحب بطلب السيد وزير التعليم العالي يزور القروان ويزور المعهد التحضيري، سيشرفنا ذلك. وهذا ربما تو يفهم هو كي قاعة أستاذ فاهم 120 أستاذ من زوج مؤسسات. نعم. هذيك هي يخدموا فيها المنشورات العلمية ويخدموا فيها. نعم. وبالتالي معناها حاجات، ماذا بيا زادة حاجة معناها المقر، ماذا بينا على مقر للكراء، خاطر توا نحن ديما معنا مقصورين مقر الكراء اللي تحضرنا البري، وخاصة العدد الكبير اللي نجحوا في البكالوريا، وانتم عندكم 8 قاعاتك اهو مع التسريح في الدراسة. اذا انا نشكرك دكتور محسن المراوي، نشكر الدكتور صابر المرعوي، نطلب من السيد وزير التعليم العالي انه يلبي نداء الدكتور محسن المراوي في زيارة القيروان. تشرفنا سيد الوزير، تجي معناها تشوف شنو نقصنا في المؤسسات الجامعيه نتاعنا. مستمعينا الكرام، نلتقي بكم ان شاء الله الاسبوع القادم ان كتب لنا ذلك. شكرا لخويا نوفل الشرطاني في هندسه الصوت، ثم محمد قدح في الهندسه الرقميه. بارك الله فيكم، وان شاء الله ربي ينور ذاتكم جميعا. الى اللقاء. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي.